بيوم كانت تجلس هذه الأم وطفلها على العشاء. قالت له الأم: كل طعامك يا بني. وعادت كلامها وقالت: هيا يا بني كل عشاءك. فرد الطفل ردا غريبا وقال: أنا أعرف. فقالت الأم له: ماذا تعرف؟ فقال للأم: هل تعرفين شيئا عن السلسلة السوداء؟ وأصبح يشرح لها ما تعلمه من معلومات عن التكنولوجيا وأمه لا تعرفها. แล้ว IoT Digital Twin Algorithm. وفجأة قالت له أمه: أنا لا أعرف أي شيء عن هذا، أنا أعرف شيئا واحدا، كل الذي أعرفه هو أن أعمل كثيرا كي أجمع المال لكي أشتري لك الطعام. كل الذي أعرفه أنه عندما كان عمرك شهرين وكنت مريضا وكنت تتنفس بصعوبة، كانت أصعب أيام حياتي. كل الذي أعرفه أنه يجب علي العمل وجمع المال كي تدخل أنت يا ابني إلى المدرسة. هذا كل ما أعرف وكل ما تعلمته بحياتي. قالت الأم هذه الكلمات ودموعها تنزل بحرقة، وعلى الرغم من ذلك قالت لابنها: دعنا نأكل الآن. فقال لها ابنها: هناك الكثير من العظم يا أمي في الأكل. فقامت بقطع جزء من اللحم له ووضعته أمامه كي يأكل. نعم، هذه هي الأم، تعمل وتتعب وتطعم وتربي ولا تنتظر أي شيء بالمقابل إلا أن تراك أفضل شخص بالعالم. شارك هذه القصة مع الجميع. والتقينا على ميعاد 9 شهور، ونستنى وأتمنى يهبنا الله ذي المنة. بوجودك أنت في حياتي في لحظة نسيت آلامي وآهاتي، دمع الفرحة يغسلني، يا أروع شي طلع مني، كأنك لسه ساكني صغير أنت، وحبك عندي قد الكون، ولك عهدي إنه مهما يكون أصب حبي في رضعاتك، وكرس عمري لحياتك، وقلبي كل ما ينبض يحاكي صوت ضحكاتك.
جيتي وقت الشدايد غرق قلب الأم بالطيبة رحم تستحق أمي تغني هالقصايد تنجلي في شفاها كل الهموم مثل الكرم وأهل العوايد كل بدر يلي حوالين الغيوم مدرسة أخلاق وأفعال وشهايد لا خلت أمي ولا ساعة ويوم لا خلت أمي ولا ساعة ويوم من يحس ضيقتي وقت الشداية وقت الشداية ما يعيض الطفل حضن أو سايد غير حضن الأم ما يهنى بنام أعتقد لا شك وأفهمها وكايد من خسر من فضلها نلت خيرة وفوايد كن زحي بنت بالأمي عموم ما منعني شي لو كنا بعايد ليش وسام خالد زاد شعزوم ليش وسام خالد زاد شعزوم من كتبت من شعر حرف مدايد ما وفيت الحق ووصاف علوم لا عدمت شي الغلا هذي وعايد في حنايا الروح يا القلب الرحم مثل الكرم وأهل العوايد كل بدر يلي حوالين الغيوم مدرسة أخلاق وأفعال شهايد لا خليت أمي ولا ساعة ويوم لا خليت أمي ولا ساعة ويوم من يحس ضيقتي وقت الشدايد وقت الشدايد عشق ماله أي حدود برضاك الدنيا تبتسم يمون برضاك الدنيا تبتسم أمي القلب الحنون يا أغلى من نور العيون يا يما منه غيرك يمون برضاك الدنيا Oh,
هذه هي الأم، تعمل وتتعب وتطعم وتربي ولا تنتظر أي شيء بالمقابل إلا أن تراك أفضل شخص بالعالم. شارك هذه القصة مع الجميع.